لأول مرة كندخل الصحافة لهاد الدار هادي، وهانتوما كتشوفوا الحالة اللي دايرة ديال هاد السيد. أمه كتعاني ولا معاون لا إلا الله سبحانه وتعالى. ما كتعرفش أمية، ما قارياش واه، الله يكون ليه في العون عقار ديان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما كانش اللي طل جمع الطرق الدول الأطباء أطباء المندير المحسنين لأول مرة يبغى يتعاون مع هذا السيد ومع هذه العائلة ومع هذه المخلوق. أنت ما كتشوفوا فيه أقلب الرحمة، أقلب الرحمة. راه هذا الشيء اللي خاص يوصل للحكومة الكبيرة، راه خاص يوصل للقصر هذا الشيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوفوا هذا المخلوق وشوفوا المعاناة اللي كيعاني والدي. هزوا باه، هزوا وداه لاصينيسيس. هكا داه لاصينيسيس. هكا هزوا باه وداه قال لهم عندهم يديروا واش غادي يديروا. ها هو جابوا لاحو في هذا البيت، عمره ما خرج 24 عام هو في هذا البيت. ما العباد، ها اخواني الاسلام، ها اخواني الاسلام. السلام عليكم. الله يجزيك بخير. انا فوزيه الحدوشي، الزوجه ديال المريض ديالي سي محمد الابيض. عنده ورم في النقف ديالو. درت له عمليه الاولى في نيفو، ودرت له لاباراي، ودخل الشيميو. كيجلس 100 ساعات، ومن بعد كيخرج بواحد كيقولوا هما قنبوله. كتجلس 3 ايام في 3 ايام 6 ايام، يعني 8 ساعات في 6 ايام. وكل نهار كنطلعوا، راك عارف المركب والمعاناة ديالو، والمركوب الطاكسيات، وسيد ما فحناش، وسيد ما كينوضش. ضروري كان ندي بكروسة، كان نهزو بالكروسة ديالو حتى للطاكسي، والمسافة ديال الطريق، والحالة حالة الله باش غنكري لابيلونس ما عنديش. ومن بعد ملي كمل الشيميو طاح نزل الارض، ما بقاش كيقدي وقف، وليت كنهزو الاشعه دوز 36 حصه. ملي دوز 36 حصه وما عنديش، ما فحالتيش، وكل نهار الطاكسي تقهرت ما بقيتش قاده، وربعه د الوليدات وما عنديش لا ما نقدم منهم ولا نبخر، والزوج ديالي اللي تيجيب لي ما ناكل لا واقف شد الارض. مبقيتش كنقد لا نطلقو لا نمشي نخدم، ربما كان كاين شويه على رجلي، وتيطلع على الطبيب انا نمشي نضرب تماره ماشي مشكل، ونجيب لوليداتي ما ياكلو، هو تيتعالج، ولكن ما يمكن ليش تنمشي تنضطر انني نمشي تنقيلو في الطبيب اللي تنجي، وعاد تنوجد لوليداتي ما ياكلو ولا طليك كذلك لا طليه. المشكل اللي كاع كمل عليا هو ان من شهر ويومين وحنا ناسين في الطبيب، واحد تحليله داروها له، وطلع له الميكروب حتى 146 ميكروب. تيطلع له كل نهار الحراره 41 40 42، بحيث شكو ان ملي مابقاش كتهبط السخانه، وكل نهار بالليل الساعه جايين تيديروا له الدواء باش طيح السخانه وما تطيحش. كيديروا له الدواء الميكروب وما تينزلش، دائما طالعه. زادوا له الدم، زادوا له ديك الكويرات البويض، ديك الصاشيات اللي بويض مع الاحمر، وخا هكداك وما تتنزلش الحراره. من بعد درنا له ديكشي ديال الصدر، لقينا الحمد لله مزيان، ما فيه والو الا الميكروب هو اللي طالع. جلسنا شهر ويومين في الطبيب، نقصلو شويش الميكروب، هو خرج وعاود ولا طلع له نفس المشكل. كملت ديك الاشعه بمشقة الانفس باش كنطلع كل نهار، المهم كملتها باش ما عطل. حاليا كملتها هذه راه سيمانه. السيد ما بقى اصلا من ديك المده فاش انا نعسه في الطبيب، الحريق ما تينزلش عليه من بلاصه الحزام ديالي.
فاش بديت ندير لو شيميون كنمشي كنرغبهم كنقول لهم هيد. كيفاش كانت المعامله ديال الاطباء تما كاين في السياش؟ شنو نقول لك، الله يجازيهم بخير عاملوني، ولكن راه الدواء راه تنشري على راسي، راه في شنو كيعطيوني هما، كيديروا لي ديك الدواء ديال الحريق، الدواء ديال السخانه، الله يجازيهم بخير ما نكرش خيرهم. تيجيبوا لي ديك سميتو ديك خليشات ديال الدم، ما كنمشيش حتى نقول لهم انا عندي الولاد صغار اللي غادي، كيقولوا لي واش غادي كاين اللي يجيب لك الدم، كنقول لهم انا اللي غادي يعطيني الدم لوليدات صغار، ما يمكنلوش، الكبير فيهم عنده 16 عام ما يمكنلوش يعطي الدم، وانا عندي السكر وعندي الكوليسترول ما يمكنليش نعطي الدم. تي المهم تي يجيبوا لي ديك الدواء، ولكن الدواء الاخر ديال الحريق وديال السخانه وديال شي مسائل اللي هو ديال العصمه بحال هذا، وبزاف د المسائل شي دوايات كان هذا كنشريهم، تيقول لي ما عندناش عندنا السائل، وبحال دوايات هادو ما عندناش، اتشريهم اضطري انا تشريهم، وزيد عليها العصمه تيتعصم، راه تبلوكا راه تقريبا شهر، وراه درت له الراديون، راه الراديون عندي ديال العصمه وبين انها معصوم، وشريت له هذا الدواء هذا وتيهبط له شويه، ومن بعد داروا له الشوك وجاتو الكشف فعلا، وجاتو بواحد الحده حتى الدم بدا يهبط منه، داكشي غريب بحال المراه كانها كتولد في التاريخ. المهم ما عليناش، خرج من الطبيب بقى ديك الحريق هو هو. شكون اللي كيتعاون معاك في هاد الحاله ديال الزوج ديالك؟ خويا الله يجازيه بخير، واحد الاخ هنايا هو تيخيط عندي، هو نيت لي عاطيني هاد في دارهم ساكنه، حاليا كنت كنعطي الكرا، وحاليا دابا منين مرض ما بقيتش نعطيهم الكرا، كنعطيه كنعطيهم، كنت كنعطيهم كانه ماشي تي كرا، تي تي يصرف على باه حتى هو براسو راجل كبير وعاطيني، والدواء الا عطوه لي كنتقطع وكان ناخذ من هنا من هنا، وكيعطيوني شي ناس الله يجازيهم بخير شي محسنين، وتنمشي نشري الدواء. والطاكسي راك عارف، زيد عليها الطاكسي، زيد عليها بزاف المسائل، كنبقى كنلاقي من هنا من هنا حتى كنوصل ان نشري الدواء ونركب في الطاكسي ديال الرسميه ديال القمار. منين خرج من الطبيب بقى ديك الالام، بدا الاشعه ديالو، حيت هما ملي كملت الشيميو نعس الطبيب، قال لي قالت لي الطبيبه ما يمكنليش انا ندير له الشيميو الاشعه، لحقاش وصل شي حاله ما تصورش، الميكروب اللي طالع الا زادت له الشيميو الا زادت له الاشعه ديك 36 صحه حصه اذا قتلاته، قالت لك انا ما نديرلوش حتى يدير شي شويه، تيطيح له الميكروب، طاح له شويه ديال الميكروب، كنا كنمشي كونار كونار، ولكن الالم بقى هو الالم. منين كمل الاشعه قلت لها دكتوره دابا الدواء اللي كتعطيني كل ساعه تنشريه نشوف شنو هو الحل، عطيني شي سكانير، هو فعلا دار سكانير ما بين لهمش، دار ديال النووي ما بين لهمش، درناه تماك. منين هذا قالت لي الحل الوحيد هو انني نعطيك ليران. منين مشيت عنده عمليه الله يجازيكم بخير والله يكثر خيركم، حاليا راه عنده عمليه ديال الظهر وفي حاله محرجه، والله يجازيكم بخير المحسنين والله يكثر خيركم، انا في بالضبط في مدينه فاس وما لقيت لا معين لا حتى شي حاجه، والطبيب الطبيب ما دار لي حتى شي حاجه، ولا تكلت عليه غادي يبقى لي راجلي في ركنه، وانا هو اللي بيا. الله يجازيكم بخير الله يكثر خيركم والله يرحم الوالدين، الا ما شوفوا فيا وجه الله وهاد الوليدات اربعه د الوليدات وسميتو انا بغيت شي دكتور ولا محسنين، الله يجازيكم بخير الله يكثر خيركم الله يكثر خيركم ويرحم الوالدين. الحاله هانتوما كتشوفوها حفظ الله، وانا ما بيديش علاش. شنو المنطقه اللي عندكم هنا؟ انا بالضبط فاس وقصبات النوار درب العرصه، في الدار 45. الله يكثر خيركم الله يجازيكم بخير. حشومه وعار عار وحشومه، احنا لا معنا لا حق
لا قانون اخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصل هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهه.